تحمينا نحميك، هذا هو الشعار للقاء الأول لتعزيز حماية الممارسين الصحيين وبحضور ممثلي 35 جهة حكومية وخاصة، حيث شدد متخصصون ومهتمون في المجال الصحي والأمني والقضائي على ضرورة حماية الممارسين الصحيين أثناء تأدية دورهم الإنساني في خدمة المجتمع ورعاية المرضى. خدمة تحمينا نحميك هي خدمة أطلقتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أجل رعاية وحماية الممارسين الصحيين ضد قضايا الاعتداء التي يتعرضون لها أثناء ممارستهم لعملهم، وهذا اللقاء تم إطلاقه كمبادرة من تحت المبادرات اللي ترعاها الهيئة من أجل حماية الممارسين الصحيين، وإن شاء الله في مشاريع قادمة أخرى كلها لغرض حماية الممارسين الصحيين وتلبية لاحتياجاتهم. طبعا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قدمت برنامج تحمينا نحميك، هذا البرنامج مهمته تلقي بلاغات المعتدى عليهم وكذلك مباشرتها من خلال تقديم الدعم القانوني للممارس وتحمل جميع التكاليف المادية او النظام او الترتيبات القانونية، وكذلك دعمه بالمقام الاول معنويا، الممارس المعتدى عليه يحتاج ايضا دعم معنوي. اللقاء يهدف إلى مناقشة الدوافع التي تقف خلف حالات الاعتداء على الممارسين الصحيين ووسائل رفع الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به الممارس الصحي في المجتمع وما يمثله هذا الدور من قيمة إنسانية عالية، إلى جانب الطرق الكفيلة بالحد من الاعتداءات ورفع مستوى الحماية في المنشآت الصحية. حاليا يشار دائما لعقوبة الاعتداء على الموظف العام، الممارس الصحي مش بالضرورة موظف عام، هو موظف في قطاع خاص وموظف في بيئات عمل أخرى خارج عن وزارة الصحة أحيانا، فبالتالي لابد من رعاية هذه الجزئية. حقوق الممارس وتثقيفه بها ستكون هي الخطوة الأولى لتقليل احتمالات يعني الاعتداء عليه. يأتي اللقاء امتدادا لجهود هيئة التخصصات الصحية لحماية الممارسين الصحيين من الاعتداء، حيث أطلقت في وقت سابق خدمة الدعم القانوني للممارسين تحمينا نحميك، التي تتكفل بجميع الجوانب القانونية والنظامية والمادية للدفاع عن الممارس الصحي تقديرا لدوره المهم في المجتمع. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.